هذه الهدف علي سمع، لانه يعني اكيد ما التحق بين الان واكيد بدينا بعض التاخير، انا نستغله لاسباب اكيد تقنيه، انا نشوفه من المكان اللي قاعدين نبثوا منه، انا عاودوا لكم في هدف علي سمع الغيني في الاكيد النقل المباشر ممتاز، علي سمع يحط الكره ويسكنها في شباك اشرف عبد العفو، اكيد زملاء في الكرة، سعد الله يخليها لشكون؟ لحسن اسيوط في القائمة الثاني، وهدف التعادل، هدف التعادل للمستقبل الرياضي. في انتظار شارط التنفيذ وسامع بيد وجه لوجه أمام الحارس آدم عبد السلام ويسجل الهدف الثاني للنجم الرياضي الساحلي عن طريق وسامع بيد من علامة الجزاء، ويتفوق على الحارس آدم عبد السلام اللي شارك في الشوط الثاني. وسام عبيد يسكن الكرة في الشباك،